مرحبا طلاب الصف الأساسي السادس، سنقوم اليوم بقراءة نص التضحية في كتاب القراءة الرقم الثالث في الصفحة 98. أرجو منكم أن تفتحوا الكتاب وتقرأوا النص لمرة واحدة. هدفنا في هذا الدرس أن نوثق نصا من خلال الحواشي، أن نحول النص السردي إلى رسم بياني، وأن نستخرج تشبيهاً ونشرحه. دعونا الآن ننظر إلى الصورتين في الكتاب في الصفحة 98. في الصورة الأولى نرى رجلاً بين معترك الأمواج يصارع الخطر، يمد يده إلى الناس ولا يجد يداً تمتد إليه، بينما الناس فوق الضفة يتدافعون، يناشدون ويشيرون إلى الموج بأصابعهم لعل أحداً يستطيع إنقاذه. أما في الصورة الثانية فنرى رجلاً ضحى بنفسه يعانق الغريق بعدما أنقذه ويعود به إلى اليابسة. فالصورتان تمثلان عنوان النص وهو التضحية، بحيث يدعون الكاتب من خلال نصه إلى نجدة المحتاج في المواقف التي نقدر عليها، مثال مساعدة عجوز في عبور الشارع أو ذوي الحالات الخاصة أو مساعدة الفقراء المحتاجين. والآن بعد قراءة النص نقوم بتصحيح الأسئلة في الصفحة 104. السؤال الأول، وثق النص. العنوان التضحية، الكاتب مصطفى لطفي المنفلوطي، المصدر العبارات. السؤال الثاني، املأ خريطة النص. النص تحت عنوان التضحية، الزمان ذات يوم، المكان شاطئ النهر، الشخصيات الرئيسة، الغريق والمخلص، والثانوية جمع من الناس، العقدة أشرف رجل على الغرق في النهر، أما الحل أنقذه رجل. الأسئلة في الصفحة 105. سؤال ج، لما كان الغريق يمد يده حين يطفو؟ كان الغريق يمد يده حين يطفو طلبا للنجدة. سؤال د، متى بكى الناس؟ بكى الناس حين خارت قوى الغريق وأشرف على الموت. ه، أتمت عملية الإنقاذ بسرعة أم ببطء؟ علل. تمت عملية الإنقاذ بسرعة، فهي لم تستغرق إلا نظرة والتفاتة. واو، أمن داخل النص الراوي أم من خارجه؟ أثبت ذلك. الراوي من داخل النص، وقد كان من الذين شهدوا الحادثة، يدل على ذلك استعمال ضمير المتكلمين، رأينا، التفتنا، نحبس. زاي، كثرت الأفعال في الفكرتين الثانية والثالثة، علل ذلك. الأفعال في الفكرتين الثانية والثالثة كثيرة، منها يصارع، يغالب، يطفو، يمد، يتخبط، يتحرك، لأن الراوي يسرد أحداثا متلاحقة ويصف أفعال الغريق والناس. اثنين، صف كل جملة بما تدل عليه وفقا لمضمون النص. الغريق الغريقة تدل على القلق والخوف، النجدة النجدة تدل على الاستغاثة، اندفع وهبط وراء الغريق، ترقب، هلل الناس تدل على الإعجاب والفرح. الصفحة 106، ضع إشارة صح قبل معنى الكلمة الملونة بحسب السياق. راعنا أننا رأينا جمعا عظيما من الناس يتدافعون، معناها أخافنا. كان الرجل يطفو تارة ويرسب طورا، معناها يعوم. تنبسط فوقه صفحة النهر فنحسبه من الهالكين، الهالكين أي الميتين. ظل يتحرك ثم يسكن حتى كلا ساعده، كلا أي تعب. لم يبقى أمام أعيننا منه إلا يد تختلج، تختلج مرادفها تهتز. سؤال الثاني، استخرج من النص 5 تعابير تنتمي إلى الحقل المعجمي للمعركة. الحقل المعجمي للمعركة هو يصارع، يصرع، يغالب، يغلب، الهالكين، يتخبط، كلا، وقوته. سؤال الثالث، استخرج تشبيها من الفكرة الرابعة واشرح. التشبيه هو يمر بين الناس مر السهم، شرح،
السهم المنطلق من القوس ينطلق بقوة وبسرعة نحو الهدف، وهذا الرجل اندفع بسرعة كبيرة، فشبه الكاتب لذلك مروره بمرور السهم. السؤال الرابع، حدد الدلالة الزمنية لكل جملة. الزمن إما الماضي، إما الماضي المستمر، إما الحاضر، إما المستقبل، إما حقيقة غير مرتبطة بزمان. الجملة الأولى، التفتنا حيث أشاروا. الدلالة الزمنية للفعل التفتنا وأشاروا الماضي. ب، ها هو يمد يده إلى الناس. الدلالة الزمنية للفعل يمد حاضر. ترى، هل ينقذه أحد؟ تدل على المستقبل. ظل الرجل يتخبط. هنا ظل يتخبط دلالة على الماضي المستمر. هلل الناس فرحا يدل الفاعل على الماضي. يجري ماء نافي من المنبع إلى المصب تدل على حقيقة غير مرتبطة بزمن. أشعر بألم في أسناني، الفعل أشعر يدل على الحاضر. كان أبي يمارس الرياضة يدل الفعل على الماضي المستمر. والسباحة تفيد كل الجسم، السباحة تفيد الفعل هنا يدل على حقيقة غير مرتبطة بالزمن. وأخيرا أعزائي، أرجو منكم إجراء الواجب لنهار الثلاثاء في 24 من شهر آذار. السؤال الأول، صرف الفعل عاد في المضارع مع ضمائر الغائب والغائبة. السؤال الثاني، صرف الفعل بقي في المضارع المنصوب مع ضمائر المخاطب والمخاطبة. والسؤال الثالث، أعرب، نظف الغرفتين، دعونا المحتاجات.